قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك وغيرك. وغيرك. اي نعم، ومثله حديث، هذا مكرر، نعم هذا مكرر. طيب، في المراجعة، حديث رقم 24، مراجعة 34، قاعد يكرر الآن، يكرر الحديث، لم يأتي بجديد. وفيه خارج بن عبد الله بن سعد بن وقاص، وخارجه أبوه مجهولان، مر بنا وبين ضعفه. نعم. ومثله حديث الطبراني عن أم سلمة والبزار عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي. نفسه. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وهذا، يعني عليا، حجة على أمتي يوم القيامة. نعم، هذا الحديث أخرجه الخطيب في تاريخه، فيه مطر ابن أبي مطر ميمون المحاربي، قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن أنس الموضوعات. طيب، الآن تجاوزنا 30 حديثا كلها باطلة. ثم انظر شيخنا كيف يبني على هذا الحديث المكذوب، يقول: أخرجه الخطيب من حديث أنس: وماذا يكون أبو الحسن حجة كالنبي لولا أنه ولي عهدي وصاحب الأمر من بعدي. الله المستعان. وحديث موضوع شوف مكتوب، يبني على الموضوعات. الله المستعان. قوله صلى هو الله عليه لعله وسلم لم يعلم أو لم يدر في خلده أنه عندما يكذب هذا الكتاب على شيخ الأزهر وأنه سكت عن هذا الحديث، لم يعلم أن الله تبارك وتعالى يعني يحفظ هذا الدين. الله الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين منصور والسنة قائمة، لن يفلح عبد الحسين ولا غيره، طيب، في أن ينالوا من سنة النبي شيئا. وقد جعل الله هؤلاء العلماء الكبار الذين تكلموا على هذه الأحاديث وبينوا بطلانها، جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء هم يفسدون قول هذا وأمثاله. والله المستعان. نعم.